مشاهدين الكرام مرحبا بكم في قناة الحدث لا إليكم أحدث الظهيرة لهذا اليوم تواصل عاصفة شتوية مصحوبة برياح قوية وثلوج وانخفاض كبير في درجات الحرارة اجتياح الولايات المتحدة منذ الأربعاء الماضي ممن أسفر عن مقتل 37 شخصا على الأقل واضطراب أزيد من 1500 رحلة جوية اليوم الاثنين سلطت بعثة لصندوق النقد الدولي، بقيادة فريق متعدد التخصصات، الضوء على ممارسات بنك المغرب في مجال الشفافية. سلطت بعثة لصندوق النقد الدولي، بقيادة فريق متعدد التخصصات، الضوء على ممارسات بنك المغرب في مجال الشفافية. وأفاد البنك المركزي، في بلاغ نشره اليوم الاثنين على بوابته الإلكترونية، بأن هذه البعثة التي أشاد بنك المغرب بخبرتها ووجاهة توصياتها، انكبت على مراجعة ممارسات البنك فيما يتعلق بالشفافية في خمس مجالات، والمتعلقة بـ الحكامة، والسياسات والعمليات السياسات وو العمليات نتايج الذكر، وكذا بـ العلاقات المؤسساتية، التي تربطه بالهيئات الوطنية والدولية. قال الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل أمس الاثنين إن الاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ في البلاد، سينظم احتجاجات حاشدة، وسيحتل الشوارع، قريباً لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام المقبل، في أقوى تحد لحكومة الرئيس قيس سعيد حتى الآن. وأثبت الاتحاد الذي يضم في عضويته أكثر من مليون أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات. وساند في بعض الأحيان سعيد بعد أن استحوذ على معظم السلطات والصلاحيات العام الماضي، لكنه أبدى أيضا المعارضة لتحركاته في حالات أخرى. أطلقت السلطات الأمنية التابعة للحكومة الليبية ومقرها طرابلس الاثنين سراح الطيار عامل القجم التابع لقوات المشير خليفة حفتر ضمن صفقة لتبادل الأسرى. وأفادت وسائل إعلام محلية أنه تم إطلاق سراح اللواء طيار عامل القجم ضمن صفقة لتبادل الأسرى تم بموجبها إطلاق سراح 15 أسيرا كانوا محتجزين لدى قوات حفتر وصلنا إلى نهاية الظهيرة شكرا لحسن إصغائكم ولا تنسوا زيارتنا على موقع الحدث الإفريقي www.الحداثلفريكي.com